جبال الأطلس الكبيرة على ارتفاع 2300 متر عن سطح البحر، توجد بحيرة إفني ذات عمق يصل إلى 50 مترا. المنظر هنا جميل جدا. لم تكن البحيرة معروفة، حاليا أصبح الكثير من السياح يأتون إليها من شهر يونيو حتى شتنبر، أما في فصل الشتاء فالسياحة هنا قليلة. توجد البحيرة بجماعة تبقال وتبعد 70 كيلومترا عن تارودنت، لكن الطريق مسلك جبلي صعب يستهوي خصوصا محبي المغامرات. البحيرة أيضا خزان مائي مهم لكل المنطقة. تتشكل بالنسبة للمنطقة واحد المصدر ديال واحد المصدر سياحي، لانها تستقطب واحد العدد ديال الناس، وهذوك السواح اللي تيجيو بطبيعه الحال هنايا ما كاينش واحد المرافق اللي هي مرافق رسميه، ولكن كاين هاد اللي جيت هادو اللي دارهم الناس بتطوع خاص، وهاد الزائرين اللي تيجيو لهاد لاكادو تيدوزوا لهاد اللي جيت، وبطبيعه الحال تعرفوا بان السائح اللي تيكون جاي كله منافع للمنطقه. تقع البحيرة ضمن نفوذ المنتزه الوطني لتبقال، وتعرف إقبالا سياحيا مهما في فصل الصيف، ما يجعلها منطقة سياحية بامتياز ومقصدا لعشاق السياحة الجبلية.